إذن عائلة أدنوك تحقق أرباحا أعلى من التوقعات خلال الربع الأول من عام 2022، مبيعات وإيرادات ونمو واضح في أعمال الشركات، شركات أدنوك سواء أدنوك للحفر أو أدنوك للتوزيع. ما هي تفاصيل هذه الإعلانات بالنسبة للربع الأول من العام الجاري؟ بداية من أدنوك للحفر التي حققت أرباحا فاقت التوقعات خلال الربع الأول، النمو كان بنحو 59% إلى 174.5 مليون دولار في هذا الربع، مقارنة ب 110 ملايين دولار خلال الربع الأول من عام 2021. الإيرادات أيضا نمت إلى أكثر من 600 مليون دولار، وهذا النمو بنحو 15% خلال هذا الربع مقارنة أو ربع الأول من 2022 مقارنة بالربع الفائت أو من العام الفائت. من المهم الذكر بأن أعداد الحفارات الجديدة بالنسبة لأدنوك للحفر وصلت إلى 104 حفارات جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهذا يعني أن هناك مزيد من البحث والإقبال على الطاقة وإقبال على النفط، وهو ما نراه من المؤشرات المهمة في الشركات التي تعمل في مجالات الحفر والطاقة تحديدا. لو نظرنا أيضا إلى نمو الأعمال في الشركة، فسوف نشاهد أن إيرادات الحفر البري نمت ب 14% إلى 1.2 مليار درهم، كذلك أيضا الحفر البحري نما ب 4% إلى 528 مليون درهم، وخدمات حقول النفط أيضا نمت ب 26% إلى 323 مليون درهم، وبذلك ارتفعت الحصة السوقية لأدنوك للحفر إلى 45% بنهاية الربع الأول من العام الجاري. ولكن كيف كان أداء السهم منذ بداية هذا العام ومع التطورات التي نشاهدها في أسعار النفط؟ إنما السهم وارتفع منذ بداية عام 2022 بنحو 7% حتى جلسة اليوم. ماذا أيضا عن أدنوك للتوزيع في المقابل والإقبال على الوقود الذي يدعم أرباح بشكل واضح أرباح أدنوك للتوزيع؟ أدنوك للتوزيع نمت أرباحها ب 6.3% إلى 671 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2022. الإيرادات أيضا نمت إلى 6.7 مليار درهم خلال هذا الربع مقارنة بعام 2021. الداعم الأكبر كان مبيعات الوقود التي نمت ب 11% خلال هذا الربع، وكذلك أيضا مبيعات أو الطلب على الوقود من قبل الشركات نما ب 19%، والطلب الواضح وأيضا وجود أكسبو والعديد من الأحداث التي كانت موجودة في الإمارات نمت الطلب على الوقود من المحطات التابعة لأدنوك. أدنوك وبمناسبة المحطات نما عدد محطاتها خلال الربع الأول، وأصبح الإجمالي 500 محطة كإجمالي عدد المحطات، 18 محطة جديدة تم إضافتها في الربع الأول، وفي السعودية تحديدا نما عدد المحطات ب 40%. ولكن أدنوك للتوزيع تخطط للمزيد بنهاية عام 2022 لافتتاح ما بين 60 إلى 80 محطة بحسب ما قالت الشركة وأعلنت، ولكن السهم يتفاعل عكسيا مع هذه الإيرادات والأرباح الجيدة خلال الربع الأول. ومنذ بداية عام 2022 نشاهد تراجعا للسهم بأكثر من 3%. إذن عائلة أدنوك العاملة في قطاع الطاقة تنمو أرباحها بشكل قوي فوق التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري.